هذه الشيلة من كلمات وأداء ماهر الغامدي. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا. أذكر الله عظيم الشان سبحانه ونصلي على محمد على شانه. يوم ماهر يغني بعد بلحانه كل ما حد نشد نمين من غامد قلت أنا من بني ظبيان عباسي. يا لا 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 يا لا 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 قلت أنا من بني ظبيان عباسي. جيت من فوق خيل جالها رابعي وأنا تزهمني يا الأشواقي يا رابعي. عن مواجيب ربعي ما اختلف طابعي كل ما حد نشدني منين من غامد قلت أنا من بني ظبيان عباسي. يا لا 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 يا لا 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 قلت أنا من بني ظبيان عباسي. يا سلامي على قرية لها شاني هذه العباس تاريخ لها زماني والمدوحات ما تشرب الأثماني. كل ما حد نشدني منين من غامد قلت أنا من بني ظبيان عباسي. يا لا 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 يا لا 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 قلت أنا من بني ظبيان عباسي. شيخ أحمد بن إبراهيم يا طيبه جعل يفداه راعي الشك والريبه وإحنا باسمه وبفعله نباهيبه. كل ما حد نشدني منين من غامد قلت أنا من بني ظبيان عباسي. يا لا 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 يا لا 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 قلت أنا من بني ظبيان عباسي. وانتم يا داعي العباس نعمينا كل يمدح ويطرى بسامينا كيف لا ورحنا بطل ما يامينا. كل ما حد نشدني منين من غامد قلت أنا من بني ظبيان عباسي. يا لا 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 يا لا 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 قلت أنا من بني ظبيان عباسي. والنعم في رجال الدار والحلة والقابل مثل حد السيف والسلة وانتم يا الحامرة ما فيكم الزلة. كل ما حد نشدني منين من غامد قلت أنا من بني ظبيان عباسي. يا لا 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 يا لا 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 قلت أنا من بني ظبيان عباسي. وإحنا روزات بني ظبيان لو تنشد اسمنا في سجل المجد يتعدد والفخر في سمانا يبرق ويرعد. كل ما حد نشدني منين من غامد قلت أنا من بني ظبيان عباسي. يا لا 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 يا لا 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 قلت أنا من بني ظبيان عباسي. والله إني بكم يا غامد الهيلة يا رجال الكرم والبن والهيلة والعدو قد لحقها الذل والويلة. كل ما حد نشدني منين من غامد قلت أنا من بني ظبيان عباسي. يا لا 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 يا لا 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 قلت أنا من بني ظبيان عباسي. أذكر الله عظيم الشان سبحانه ونصلي على محمد على شانه. يوم ماهر يغني بعد بلحانه كل ما حد نشدني منين من غامد قلت أنا من بني ظبيان عباسي. يا لا 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 يا لا 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 قلت أنا من بني ظبيان عباسي. جيت من فوق خيل جالها رابعي وأنا تزهمني يا الأشواقي يا رابعي. عن مواجيب ربعي ما اختلف طابعي كل ما حد نشدني منين من غامد قلت أنا من بني ظبيان عباسي. يا لا 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 يا لا 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 قلت أنا من بني ظبيان عباسي. يا سلامي على قرية لها شاني هذه العباس تاريخ لها زماني والمدوحات ما تشرب الأثماني. كل ما حد نشدني منين من غامد قلت أنا من بني ظبيان عباسي. يا لا 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 يا لا 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 قلت أنا من بني ظبيان عباسي. شيخ أحمد بن إبراهيم يا طيبه جعل يفداه راعي الشك والريبه وإحنا باسمه وبفعله نباهيبه. كل ما حد نشدني
ناشدني منين من غامد قلت انا من بني ظبيان عباسي يا لا 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 يا لا 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 قلت انا من بني ظبيان عباسي وانتم يا داعي العباس نعمينا كل يمدح ويطرب سامينا كيف لا ورحنا بطل ما يامينا كل ما حد ناشدني منين من غامد قلت انا من بني ظبيان عباسي يا لا 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 يا لا 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 قلت انا من بني ظبيان عباسي والنعم في رجال الدار والحله والقابل مثل حد السيف والساله وانتم يا الحامره ما فيكم الزله كل ما حد ناشدني منين من غامد قلت انا من بني ظبيان عباسي يا لا 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 قلت انا من بني ظبيان عباسي واحنا روزات بني ظبيان لو تنشد اسمنا في سجل المجد يتعدد والفخر في سمانا يبرق ويرعد كل ما حد ناشدني منين من غامد قلت انا من بني ظبيان عباسي يا لا 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 يا لا 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 قلت انا من بني ظبيان عباسي والله اني يا رجال الكرم والبن والهيلة والعدو قد لحقها الذل والويلة كل ما حد نشدني منين من غامد قلت انا من بني ظبيان عباسي يا لا 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 يا لا 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 قلت انا من بني ظبيان عباسي يا لا 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 يا لا 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 قلت انا من بني ظبيان عباسي صلي على محمد على شانه يوم ماهر يغني بعد بلحانه كل ما حد نشدني منين من غامد قلت انا من بني ظبيان عباسي يا لا 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 يا لا 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 قلت انا من بني ظبيان عباسي جيت من فوق خيل جالها رابعي وانا تزهمني يا الاشواق يا رابعي عن مواجيب كل ما حد نشدني من قلت انا من بني ظبيان عباسي يا لا 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 يا لا 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 لا
بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد يا ربي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، جلال نعماك ليست تحد، وما لجميل عطائك عد. وخير الصلاة على من أتى يرد عن الكون ليلا قد عتى، فأشرقت صبحا جميل الضياء، فكان اعتلاء وكان ارتقاء. أحبك ربي فصلى عليك الصلاة وأزكى السلام، وصلى على صحبك الأكرمين وأهلك أهل الوفاء والكرام. خير الكلام ما قل ودل، فبعد السلام سيوف التراحيب تسل، ليست قتالا بل طربا، كالعرضة حينما تطل فخرا وترحيبا بشيخنا الكريم وفجرنا في الليل العتيد الشيخ أحمد بن إبراهيم بن رداد، شيخ ومعرف قرى العباس. ونرحب بضيوفنا الكرام شيوخ وأعيان كل القبائل وكل الضيوف الحاضرين من خارج القرية وداخلها، ونرحب كذلك بنخبة الشعراء، الشاعر صالح بن عزيز والدكتور إبراهيم الشيخي والشاعر خالد بن غنيم والشاعر عبد الرحمن بن شباب وشاعر المليون الشاعر الشاب الخلوق علي بن نايف الغامدي. كذلك نرحب فرقة سعيد الخبتي للزير وجميع الإعلاميين المشاركين في هذا الحفل. بداية حفلنا
نستمع إلى آيات من الذكر الحكيم ومع الأخ هاشم سعيد الذيبة. أعوذ بالله من الشيء بسم الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. حفلنا الكريم، الكلمة الآن لشيخنا وعراب القرية الشيخ أحمد بن إبراهيم بن رداد، فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا وألف مرحبا بالصغير والكبير والشيخ والعالم والمتعلم والشاعر وكل من حضر لهذا الحفل، فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدنا في هذا الليلة الشريفة المباركة أن نرى هذه الوجهة النيرة، وقد استجبتم لدعوتنا ونفيدكم بأن هذا النادي تم قبل سنوات طويلة، والهدف منه هو اجتماع أهل القرية لكي يكونون يد واحدة ولكي يقومون بجميع الأنشطة ولكي يقومون بالمقابلات، اللي في السفر يحضر واللي في القرية يجتهد، وقمنا بها عشرات السنين ولله الحمد كل عام يأتي أحسن من السنة اللي قبلها. يعود الفضل الله سبحانه وتعالى ثم للجنة المنظمة، ويعود الفضل الله سبحانه وتعالى ثم للمتبرعين وعلى رأسهم الأستاذ عبد الله بن محمد حجر والأستاذ ماهر بن صالح، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. وفيه من متبرعين كثير من الجماعة إلا أنهم منعوا ذكر أسمائهم أو يعني الإعلام عنهم، وقالوا هذه للجماعة منا بدون ذكر اسم، فجزاهم الله خير جميعا. ونحن ما لهم مني للدعاء، ندعو الله أن يوفقهم وأن يدلهم لكل خير وأن يستمر هذا العمل الطيب وأن يستمر هذه الزيارات التي نرى في هذه الوجهة النيرة اللي أتت من كل قرية ومن كل قبيلة، من ميضبيان ومن غير ميضبيان، من غامد من زهران. فأهلا وسهلا بالصغير والكبير، واسمحوني إذا حصل أي تقصير، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم الجميع. يعطيك العافية يا شيخنا. نسينا منظم الحفلات الأخ محمد موسى الزهراني، تحية له بالله. الآن قصيدة شعرية لضيفنا شاعر المليون الشاعر علي بن نايف الغامدي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أبارك للأخوان عبد الله بن حجر ونجمنا ماهر الغامدي هذه الفعالية الطيبة اللي اجتمعوا فيها النشامة، والله يحييكم يا ضيوف ترحيب المطر باسم غامد. والمناسبة هذه تعتبر مناسبة وطنية، وغلى القصيد اللي نقوله في الوطن. في ديار العز صافحنا الفخر والمعنوية، والسعودية عشقناها ولبينا نداها، انت حدث للأمم وتراث الأجداد الهوية، سيرت انت تفخر بها الأحفاد وتكمل ابناها. كني أسمع صوت عرضتنا على الزير ودوية لين تهتز الجبال الشم وتردد صداها.
ان تقدم بالسيوف وبالصفوف العسكريه، القبائل في سراها والجحافل في سراها، السريه كل مطلع شمس يدفعها سريه، نصره للدين ومعزي وللداره وثراها، الولى اللي من على الجدان سيسانه قويه، هذه امجاد الرجال الحيه وهذا ولاها، من جبال الباحه انزفه الى نجده العذيه، والحزم والعزم مفتاح الامور ومنتهاها، العزاوي فيصليه والاسامي فيصليه، والملك سلمان في يوم الوغى حامي حماها. العزاوي فيصليه والمواقف فيصليه، والملك سلمان في يوم الوغى حامية احماها، خيل العوجه اللي قاموا على حوض المنيه، العروبه كل ما نادى الندى يلطم اعداها، سيفه محمد ولد سلمان حلال القضيه، كل ما نهقي به الهقوه يجينا من وراها، رويته يحكي بها اللي ما يعرفها لبجديه، رويته حي الله محمد وحي الله نباها، رويته يحكي بها اللي ما يعرفها لبجديه، رويته حي الله محمد وحي الله نباها، صافح طويق المجيد وعمر الدار البهيه، كل شبر وكل ديره باهتماماتها رعاها، والتطور في ربى الباحه بدا وشع ضيه، والامير حسام بانيها ورافع مستواها، الامير اللي عطى الباحه شموخ ومعنويه، كفها اكرم من سحايبها ومن نسمه هواها، ودون حد المملكه فينا الشجاعه والحميه، والموارد عيلميات يبل الكبده ماها، السعوديه على مر الزمن حرة وبية، كل صبح وراية التوحيد تطرخ في سماها. سلامتكم. صح لسان شاعرنا شاعر المليون، الله يعطيك العافية. باسمي ونيابة عن شيخ القرية الشيخ أحمد بن إبراهيم بن رداد وجميع أهالي القرية، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأخ عبد الله حجر والأخ ماهر بن صالح على دعمهم المتواصل، وأصبحت الآن في الدورة السادسة لدورة الكاسر والدورة الثالثة لدورة الماهر. كذلك أتقدم بالشكر لمركز النشاط الاجتماعي، هذا المركز الذي أصبح علامة فارقة ليس في بني ظبيان ولكن على مستوى المنطقة. أشكر الأخوان الذين يعملون ليلا ونهارا، وعلى رأسهم سعادة العميد عبد الله بن سعيد والأخ عبد الله مفرح والأخ صفر بن جمعان والأخ صالح بن سعيد. وكذلك نتقدم بالشكر الجزير لجميع الأخوان المشاركين في تنظيم دورة الكاسر ودورة الماهر، ولجميع اللاعبين المشاركين فلهم منا الشكر والتقدير. الآن يتفضل سعادة العميد عبد الله بن سعيد مدير مركز النشاط الاجتماعي في القرية، لديه مشاركة فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بالجميع بدون استثناء. ورد لمركز النشاط الاجتماعي لقرية العباس دعم مالي من أحد أبناء قريتنا الغالية وفقه الله وألبسه ثوب الصحة والعافية، وقدره 28,000 ريال موزعة كالتالي: 10,000 ريال للفائز بالمركز الأول لبطولة الكاسر قدم يتقدم باستلامها، 5,000 ريال للفائز بالمركز الثاني لبطولة الكاسر قدم يتقدم كابتن الفريق بالسلامة واستلام الكاس. فادي سريع فادي بسرعة فادي بسرعة مروان.
مبلغ 3000 ريال للفائز بالمركز الأول لكرة الطائرة بطولة الماهر. الكابتن يتقدم استلامه واستلام المبلغ. مبلغ 2000 ريال للفائز بالمركز الثاني لبطولة الماهر كرة الطائرة. مروان نرسل أي واحد يا شيخ. أي واحد. عجل يا مروان. تعال مروان. أي واحد. بسرعة. تعال يا مروان. شرحي يا شيخ. خمسة آلاف ريال للفائز بالمركز الأول لدوري الأكاديمية، ومبلغ 3000 ريال للفائز بالمركز الثاني. يتقدم المشرف على تدريب الأكاديمية الابن عبد الله أبو عمرو باستلام الكاس واستلام المبالغ. شكرا للجميع. هدية الآن مقدمة من الشيخ ياسر الفقيه للأستاذ عبد الله حجر والأستاذ ماهر بن صالح، فليتفضل. نتقدم كذلك بالشكر لجميع الأخوة الإعلاميين اللي حضروا اليوم وعملوا تغطية، نتمنى لهم التوفيق. أبو البراء، يوجد جائزة لأفضل زي، أفضل زي جنوبي لأصغر مشارك ولأكبر مشارك، ومركز ثاني 1000 ريال، ومركز ثالث 500 ريال. الجائزة الأولى للكبار آيفون 14، والجائزة الكبرى للصغار بلايستيشن 5، يستلمونها إن شاء الله بعد الحفل، والأسماء بتعلن الآن. الفائز بالمركز الأول بالنسبة لفئة الصغار في مسابقة الماهر لللبس التراثي حصل على المركز الأول كرم فهد الوجيه، وجائزته هي بلايستيشن 5. حصل على المركز الثاني وقيمة الجائزة 1000 ريال أصيل صالح سحمان. فئة الكبار حصل على المركز الأول وجائزته آيفون 14 أشرف عبد الله مفرح، والمركز الثاني سعود سعيد أبو عمرو، والمركز الثالث محمد خليل أحمد آل ثمالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. شكرا لحضوركم جميعا الإعلاميين والشعراء وأهل القرى جميعا، الله يحييكم في داركم في العباس. احنا عندنا مسابقة للعوائل وعندنا أرقام من 1 إلى 250، الرقم صحيح 220. نبغى الشيخ أحمد إبراهيم يختارنا رقم، والأستاذ جمعان الكارت يختارنا رقم، والأستاذ صالح بتير يختارنا رقم. خلاص؟ رقم 1 رقم 99. اختار، خلي عندك، شوف العائلة بس مين، شوف الاسم قدامه. عبد الرحمن عصيدان، والمبلغ 500 ريال. الفائز الأول عائلة طبعا، عائلة عبد الرحمن عصيدان. ثاني 150، اللي رقمه 150. محمد، عائلة محمد آل ويان، والجائزة 300 ريال. الرقم 29. ايوه 29، عائلة أحمد علي، عائلة أحمد علي، ومبلغ 200 ريال. جزاكم الله خير وكل عام وأنتم طيبين إن شاء الله. يعطيكم العافية، وفي الختام نتمنى للجميع التوفيق، ونترككم مع سهرة هذه الليلة. مرحبا مرحبا، يلا حيهم.
مرحبا مليون، مرحبا مرحبا الف، يلا حيهم ارحبوا يلا حيهم، مرحبا الف حياكم الله. نبى كراسي من ورا يا ابو وسام، نبى كراسي من ورا من ورا، عند ضيوف خاصين هنا. طيب اسمع يا مرحبا ترحيب تنتاج على القاسيلين، يا مرحبا ترحيب كنا لحد السنين، باسمي وباسم الباس جنبي قرى العباس قوم، أهل السيوف الدمشقية ونصاب العلوم، دعيت في ربعي وكل تكرب محزمه، يقولون فين اللي تشاور عليه ونعدمه، قلت الحفل والشان شان القبيلة كلها، وانا وخالي في دار الله وخدام لها، ونحن قرى العباس ما حن بحي الله، وكان لباس بالرداد في كل ميقاف وشان، روزة بني ظبيان واهل المنيمس والحكك، واهل النوافع والسيوف الصقيلة والسبك، ونحل لنا موقف يهول وتاريخ يسود، واليوم في ظل الحكومة جيوش البن سعود، يا غامد الهيلة حزامي ودمي والحامي، الكون ما يرضى بغير اسمنا ومداحنا. يا مرحبا ترحيب تنتاج على القاسيلين، يا مرحبا ترحيب كنا لحد السنين، باسمي وباسم الباس جنبي قرى العباس قوم، أهل السيوف الدمشقية ونصب العلوم، دعيت في ربعي وكل تكرب محزمه، يقولون فين اللي تشاور عليه ونعدمه، قلت الحفل قلت الحفل والشان شان القبيلة كلها، وانا وخالي في دار الله وخدام لها، ونحن قرى العباس ما حن بحي الله، وكان لباس بالرداد في كل ميقاف وشان، روزة بني ظبيان واهل المنيمس والحكك، واهل النوافع والسيوف الصقيلة والسبك، ونحل لنا موقف يهول وتاريخ يسود، واليوم في ظل الحكومة وجيش البن سعود، يا غامد الهيلة حزامي ودمي والحامي، الكون ما يرضى بغير اسمنا ومداحنا. يا ماهر انا جيت اجاوب حن القسيلين، ونحن سوا وقفتنا شامخه حد السنين، ولا حسبنا الحاسد اللي لنا عباس قوم،
يا رمزنا يلي تجملت في كل العلوم، الروس تقدح يوم الأشوار فيها محزمة، ويعيش من يمنع على ربعه ويمنع دمه، ويبر عيده من سيوف الوغى مكلها، يوم الردي يعجز عن الطايله وملها، وانا مع غامد ولي بينهم قدر ومكان، حزامي وسيفي لو ان الدهر ميل وشان، نزيد قد حنار عند الملاقى والحكك، ونوصف فعايلنا وللمعرفة حبك وسبك، وقرية العباس شجعان وانماره وسود، للطامة الأعداء ولضيوفهم سعد السعود، حن غامد الهيلة نهار المعارك والحمي، ندحن جبال الأرض في زحمة ومداحنة. يا سلام الله لغامد على الحفلة الكبيرة في قرى العباس، حفلة كبيرة من الظما، بيض الله وجه ماهر وعبد الله حجر، والقبيلة والمشارك وشيخان القبيلة والفرق واللي مداوم على تدريبه. يا سلام الله لغامد على الحفل الكبيرة، الله يبقيكم، في قرى العباس حفلة كبيرة من الظما، بيض الله وجه ماهر وعبد الله حجر، والقبيلة والمشارك وشيخان القبيلة والفرق واللي مداوم على تدريبه.
لا 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 مرحبا ترحيب ما فيه زود ولا كبير إلا مثل الشهد يروى الكبود من الظما مرحبا عد المدر والشجر عد الحجر وقفة العباس تخلص قبيل من قبيلة مثل ما ندري بوقفاتهم تدريبا حصل قاسي مدير وانا يوم اتمثل اجزم بقولي واحتمى الليله بارودي يقدح وسيف من شهر داعي العباس ما فيهم الكف البخيله كلمه اغرسها على مهل واجني بها يا لا 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 مرحبا ترحيبي يغدل حصل قاسي مدير وانا يوم اتمثل اجزم بقولي واحتمى الليله بارودي يقدح وسيف من شهر داعي العباس ما فيهم الكف البخيلة كلمة اغرسها على مهل واجني بها الله يعطيكم العافية مسيكم بالخير وبيض وجيهكم يا لا 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 أنت يا الشيخ ابن رداد يا نعم المدير أنت يا الشيخ ابن رداد يا نعم المدير في قرى العباس راسي تعصب واحتمى نبني ماهر وانا قلت
تبشر من شهر والشاعر يرجع إلى عندهم يجمح بخيله لازم أفحصها قبل ينفر الجني بها يا لا 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 أنت يا الشيخ ابن رداد يا نعم المدير في قرى العباس راسي تعصب واحتمى نبني ماهر وانا قلت تبشر من شهر والشاعر لا جاي لا عندهم يجمح بخيله لازم افحصها قبل ينفر الجني بها البقايا شعرها أيضا ما له نظير من بحر ما هي معاين ولا ترمي سما وانا جي تغرف من البحر وانحت في صخر والعقل ياخذ مي البحر ولا البرد ليله واسمعوا حلو المعاني وتدفيني بها البقايا شعراء أيضهم ما له نظيرة من بحر ما هي معاين ولا ترمي سما وانا جيت أغرف من البحر وانحت في صخر العقل ياخذ في البحر ولا البرد ليله واسمعوا حلو المعاني وتدفيني بها يا لا 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 لا
البقى يا شعراء هايضهم ما له نظير، من بحر ما هي معاين ولا ترمي سما، وانا جيت اغرف من البحر وانحت في صخر، العقل ياخذ في البحر ولا البر دليله، واسمعوا حلو المعاني وتدفيني به. موسم الحفلات هذا السنة حلو النظير، المصيبة بعض شعارنا ترمي سما، وانا للجمهور صخرت شعري وانصخر، والحقيقة ما يضر التهامي برد ليلة، ما مع شعار كلمات تدفيني بها. ابشر ابشر يا شعار، حنا عافت تغطرس والكبير، واسمنا معروف ما ينكتب بالمرسمة، وانا في الموقف شموخي كما ركن القصر، العدالة جوي لينا وكل بالثقيلة، ادري ان ترهيبها خير من ترغيبها. لا 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 لا، يا شعار حنا عافت تغطرس والكبير،
واسمنا معروف ما ينكتب بالمرسمة، وانا في الموقف شموخي كما ركن القصر، العدالة جوي لينا وكل بالثقيلة، هدري ان ترهيبها خير من سلموا سلموا بيض الله وجيهكم. يا لا 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 لا. يا صالح يا بن عزيز انتهى العود الكبير، يا صالح يا بن عزيز انتهى العود الكبير، ورفيقك مرحبا يا ومجاف المرسمة، يا راعي الذود الذي طول عمره ما قصر، تتمدح بالحمولة ولو كانت ثقيلة، غير حين شفت الجمل واش معك ترغيبها. يا لا 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 لا. يا صالح يا بن عزيز انتهى العود الكبير، ورفيقك مرحبا يا ومجاف المرسمة، يا راعي الذود الذي طول عمره ما قصر، تتمدح بالحمولة ولو كانت ثقيلة، غير حين شفت الجمل واش معك ترغيبها. ناصبين أهداف في قمة ما هي قليلة، والإشارة يا ابن شباب يالله صيبها. يا لا 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 لا. ما دريت الناس في يسر ولا في عسيرة، زارعين المنطقة لغم من فوق الغمى، يا ابو يوسف صخرة الجال والله ما تجر، ناصبين أهداف في قمة ما هي قليلة، والإشارة يا ابن شباب يالله صيبه.
ما دريت الناس في يسر ولا في عسير، زارعين المنطقة لغم من فوق الغمى. يا أبو يوسف صخرة الجال والله ما تجر، ناصبين أهداف في قمة ما هي قليلة، والإشارة يا ابن شباب يالله صبا. بعضنا من بعض ملباح علينا بها عسير، شيء واحد مثل ساس العمارة والغمى، واللي ما يهبط لسوق الجزالة ما تجر. وانحن يا شعار زلاتنا ما هي قليلة، كل من جنية الشعر يالله صيبا. بعضنا من بعض ملباح علينا بها عسير، شيء واحد مثل ساس العمارة والغمى، واللي ما يهبط لسوق الجزالة ما تجر. احنا يا شعار زلاتنا ما هي قليلة، كل من جنية الشعر يالله صيبة. يا صالح لعبتك في النار هذا شيء خطير، يا صالح لعبك في النار هذا شيء خطير، نرمي الشاره ومن رامينا نتقدم. قال ضامي ودي يا راد وورته نهر، ابو سعد لو يشرب النيل كله ما حليله، ويناجينا بكلمه من اين اجيبها.
ابناء المناجاه يعني. لا 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 يا صالح لعبك في النار هذا شيء خطير نرمي الشاره ومن رامينا نتقدم قال ضامي ودي يا راد وورته نهر ابو سعد لو يشرب النيل كله ما حليله والليله عنده سوالف منين اجيبها ابشروا بس سعد بس ساعدونا بصواتكم كذا حمسونا يا لا 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 يا براهيم انت عندك جناح وشيخ طير يا براهيم انت عندك جناح وشيخ طير وانت مثل الصقر في كل شيء يتقدم أنا ود شدك عن واحد صوته نهر لأن عندي ولد خواف قلنا يا حليله يبغي أهب له شجاعه منين أجيبها يا لا 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 يا براهيم أنت عندك جناح وشيخ طير وانت مثل الصقر في كل شيء يتقدم وانا ود انشدك عن واحد صوته نهر لان عندي ولد خواف قلنا يا حليله يبغي اهب له شجاعه منين اجيبها ابشروا يا لا 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 يا لا 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 انا محتار من البدوي اللي فات رحيله ما سمع صوت الذيابه ولا قانيبه
يا لا 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 يا لا 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 ودنا بالمنطق العادل والراي الجبير في بيوت الشعر غير الحلال محرمة والسراه بعيد يا هال تهامه والصدر أنا متحير من البدوي اللي فات رحيله ما سمع صوت الذيابة ولا قانيبة يقنب الذيب يقنب ترى يا لا 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 ودنا بالمنطق العادل والراي الجبير في بيوت الشعر غير الحلال محرمة والسراه بعيد يا هال تهامه والصدر أنا محتار من البدوي اللي فات رحيله ما سمع صوت الذيابة ولا قانيبة السياسة ودها خلها عند الجبير السياسة ودها خلها عند الجبير كلمته وحده من محرمة لمحرمة مثل ما تزعل صدر مثل ما ترضي صدر ربما تزعل صدر أنا يعجبني الذي ما شكى من فترة حيله لا رسمنا ساعة الصفر لا قنيبها
لا 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 لا. تدري ان الذيب سرحان له لون غبر، ما يغر القوم في المعركة غير الدليلة، وصقور الجو مهما تهددني بها. ود صالح يرجع المركز الأول الأخير، ود صالح يرجع المركز الأول الأخير، واني يتحدث في المعرفة وترجمة. تدري ان الذيب سرحان له لون غبر، ما يغر القوم في المعركة غير الدليلة، وصقور الجو مهما تهددني بها. ود صالح يغدي المركز الأول الأخير، واني يتحدث في المعرفة وترجمة. تدري ان الذيب سرحان له لون غبر، ما يغر القوم في المعركة غير الدليلة، وصقور الجو مهما تهددني. سلام سلام شرو. يا لا 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 لا. واش مع الشعار يا الله يا الله ليلى خير، يا ابراهيم انت كفاك ما عاد الترجمة، يا ابراهيم انت كفاك ما عاد الترجمة، يا صالح يا بن سعد فاينه دار الغبر. أنا ما قدمت علما يكون عندي دليله، ورفيقك هرجته لا يهددني بها. وش مع الشعار يا الله يا الله ليلى خير، يا ابراهيم انت كفاك ما عاد الترجمة، يا صالح يا بن سعد وين دار الغبر. أنا ما قدمت علما يكون عندي دليله، ورفيقك هرجته لا يهددني بها.
لا 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 عاشر عاشر كلمتك بايرة يا من يوشي على باب الرياضي والله ما يستوي لعب التواضع مع لعب الكبار كابتن الطايرة ما شاف قصر المدرج واللعيبة يدفع الطايرة فوق المدرج ويتقلع بها يدفع الطايرة فوق المدرج ويتقلع بها يا ابراهيم من طرفه على الهم والغم دمعه ما بيرضى بشوش الوجه لو ياخذ العباس دوله عن وجوه الرجال الباهيه قوم يا العباس قوم المهارة لها بيطار ما كل ماهر مثل ماهر واليمين التي تخلف ظنون الرماهر سيدها كلمتك بايرة يا من يوشي على باب الرياضي والله ما يستوي لعب التواضع مع لعب الكبار كابتن الطايرة ما شاف قصر المدرج واللعيبة يدفع الطايرة فوق المدرج ويتقلع بها يدفع الطايرة فوق المدرج عاشو يا ابراهيم من طرفه على الهم والغم دمعه ما بيرضى بشوش الوجه لو ياخذ العباس دوله عن وجوه الرجال الباهيه قوم يا العباس قوم المهارة لها بطار ما كل ماهر مثل ماهر واليمين التي تخلف ظنون الرماهر سيدها كلمتك بايرة يا من يوشي على باب الرياضي والله ما يستوي لعب التواضع مع لعب الكبار كابتن الطايرة ما شاف قصر المدرج واللعيبة يدفع الطايرة فوق المدرج ويتقلع بها يدفع الطايرة Oh,
الغمد معه قبل ما يستقر الحكم كانت قرى العباس دولة واصبحوا عسكر ابن سعود يا حيك العباس قوم والله ما جابنا الا قدر ماهر وقدر الباس ماهر والكرم والضيافة والمعاريف ماهر سيدها ليت في كل قرية مثل هذا القرى مركز رياضي لاجل يتعلمون اجيالنا الناشئه لعب الكبار يا ما شاء الله على هذا المقر الرياضي واللعيبه والرياضه خطط ما كل لعيب يتقل لعبها والرياضه خطط ما كل لعيب ماهر يوم راع البخل في موقف الجود ما ودك تراه يوم راع البخل في موقف الجود ما ودك تراه ماهر وبن حجر في غامد أهل المناصب والمعالي أعرف ثمن الأبطال يوم تمثل والفضاء بن حجر تاج راسي مثل شامان مشهور وغامد وماهر أخي ولا يوم يفارقني ولا فارقه وماهر أخي ولا يوم يفارقني ولا فارقه وانا والشاعر ابن غنيمة معهم قرون ما تثنى
من يقول الجدي وسهيل فالعرش ما هي لامعه من يقول الجدي وسهيل فالعرش مرحبا باسم بالرداد والنابن الداعي نقوم عند من هو في الترحيب والجود والضيفات ماهر يوم راعي البخل في موقف الجود ما ودك تراه ماهر وبن حجر في غامد أهل المناصب والمعالي أعرف ثمن الأبطال يوم تمثل والفضاء بن حجر تاج راسي مثل شامان مشهور وغامد وماهر أخي ولا يوما يفارقني ولا فارقه وأنا والشاعر ابن غنيم معهم قرون ما تثنى من يقول الجدي وسهيل فالعرش ما هي لامع من يقول الجدي يعطيكم العافية أنا بعد معي منقولة يا خبتي لا تستعجل ها يا لا 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 سلمون يا لا 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 يا لا 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 أين حن غامد الهيلة ودعوى بني ضبيان قوم بعلنها من قور العباس في حفلة عبد الله وماهر يا جماهير هيا باركوا لي خذيت الدكترة خدتها بعد ما خدت الماجستير مع دبل ومعالية خدتها بامتياز ولا تخصصت طب ولا فضاء أنا متخصص في مدح غامد وفي تاريخ غامد أنا متخصص في مدح غامد وفي تاريخ غامد يوم كل أن درس عندي شهادة بكافي فارقها والله يا الغامد لا رزق له بكلمة ما تثنى كلمته ما يثنيها وكلمته ما تثنى طالما غامد الهيلة معه كلمته ما تثنى طالما غامد الهيلة معه يقول أين حن غامد الهيلة ودعوى بني ضبيان قوم بعلنها من قور العباس في حفلة عبد الله وماهر يا جماهير هيا باركوا لي خذيت الدكترة خدتها بعد ما خدت الماجستير مع دبلوم عالية خدتها بامتياز ولا تخصصت طب ولا فضاء أنا متخصص في مدح غامد وفي تاريخ غامد يوم كل درس عندي شهادة بكافي فارقها والله يا الغامد لا رزق له بكلمة ما تثنى كلمته ما يثنيها ما دام انها الهيلة معه كلمته ما تثنى طالما غامد الهيلة معه دق دق يا سي
دق يا سيد دق. يا ابن رداد لك موقف عزيز، اسمع اسمع صوتكم. يا ابن رداد لك موقف عزيز، يا ابن رداد لك موقف عزيز. من يثامر معك بن ثامره، من يثامر معك بن ثامره. يا ابن رداد لك موقف عزيز، من يثامر معك بن ثامره، يا الشيخي خذ معك يا الشيخي خذ بجنبك بن عزيز، ودع ابو متعب وبن ثامره. ابن رداد له موقف عزيز، من يثامر معه بن ثامره، يا الشيخ خذ بجنبك بن عزيز، وادع ابو متعب وبن ثامره. بعد ما ربي جمعنا في مواقف الرجال، قول يا صالح لبن شباب يخبر بن غنيم، القوارع ما تطيب إلا بنظام المعاني، والمعاني ما تطيب إلا بحبك القارعة. بعد ما ربي جمعنا في مواقف الرجال، قول يا صالح لبن شباب يخبر بن غنيم، القوارع ما تطيب إلا بنظام المعاني، والمعاني ما تطيب إلا بحبك القارعة.
بعد ما ربي جمعنا في مواقف الرجال. قول يا صالح لابن شباب يخبر بن غنيم، القوارع ما تطيب الا بنظم المعاني، والمعاني ما تطيب الا بحبك القرى. عاشوا عاشوا. يا لا 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 يا لا 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 لا. كيف تسبح في بحور الشعر والدرب المعاني، وانت باقي ما قريت الزلزلة والقارعة. رجال يا وسيع المعرفة أهل والرجال، بتعامل في بيوت الشعر واغنمها غنيم. كيف تسبح في بحور الشعر والدرب المعاني، وانت باقي ما قريت الزلزلة والقارعة. يا سلام يا سلام، الله يبيض وجهكم. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا. مرحبا بك عد ما نظمت معنا من مثال، في قرى العباس من غامد هذا الحفل العظيم. أنا يوم إني بلعت العافية ربي هداني، وانت حتى المرسيدس ما عدت جاي من شارعه. بيض الله وجيهكم. يا لا 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 لا.
مرحبا بك عد ما نظمت معنا من مثال في قرى العباس من غامد هذا الحفل العظيم. أنا يوم إني بلعت العافية ربي هداني وانت ذاك المرسيدس ما عاد تجي من شارعه. سلامون سلام ابشر ابشر. يقول مرحبا بك عد ما نظمت معنا من مثال في قرى العباس من غامد هذا الحفل العظيم. انا يوم اني بلعت العافيه ربي هداني وانت حتى المرسيدس ما عاد تجي من شارعه. يقول يا خالد وش رايك نهد الصنم ولا المثال ولا وش رايك نبر اللحم من فوق العظيم. الشجيع اللي ضد الخصم ما رباه داني والبحر غدار لكني بعزمي شارعه. الشهادات الدراسية لها باب ومجال الشهادات الدراسية لها باب ومجال. ما حد بياخذ شهادة غير بالنهج السليم. كيف ظل صاحبي دكتور بهرج لساني ماني بخبر معاه إلا شهادة جامعة. الشهادات الدراسية لها باب ومجال.
ما حد بياخذ شهادة غير بالنهج السليم. كيف ظل صاحبي دكتور بهرج لساني، ماني بخبر معه إلا شهادة جامعة. يا لا 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 أنشد اللي جال في شبه الجزيرة يوم جال، أنشد لقي من المذاهب والعوايد والسليم، والبلاد اللي تسقيها المغارب والبلاد اللي تسقيها غروب ولا ساني، أذن البذن ولا صلى صلاة الجامعة. طيب يا لا 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 يا لا 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 الحياة أكبر مدارس لا تميل في العقال، يا الرفيق اللي تدرج بين زمزم والحطيم، مثل ما قال ابن ثايب ريحوا كل برتكاني، لو ما هي بالواسطة ما نجحك من رابعة. لا 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 الحياة أكبر مدارس لا تميل في العقال، يا الرفيق اللي تدرج بين زمزم والحطيم، مثل ما قال ابن ثايب ريحوا كل برتكاني، لو ما هي بالواسطة ما نجحك من رابعة. لا 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 لا
الحياة أكبر مدارس لا تميل في العقال يا الرفيق اللي تدرج بين زمزم والحطيم مثل ما قال ابن ثايب ريح وكل برتكاني لو ما هي بالواسطة ما نجحك من رابعة سلمون يا لا 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 أنت يا سمحان تهدر غيري يثنيك العقال أنا يا ابن عزيز حنك ما التهادم والحطيم من غلاتك عندنا سيفي ركنته برتكاني لكن الشيخ يتغرر به مناني رابعة يا لا 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 أنت يا سمحان تهدر غيري يثنيك العقال وأنا يا ابن عزيز حنك ما التهادم والحطيم من غلاتك عندنا سيفي ركنته برتكاني لكن الشيخ يتغرر به مناني راب يا لا 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 يا لا 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 الجبال أوتاد ونحن ما خلقنا إلا جبال الجبال أوتاد ونحن ما خلقنا إلا جبال الرواسي ما بتصخى بعض والله العظيم لا تدخل في شد الشامي وفي نيس اليماني رح ولم الجلب من قحطان ولا وادعه الجبال أوتاد ونحن ما خلقنا إلا جبال والرواسي ما بتصخى بعض والله العظيم لا تدخل في شد الشامي وفي نيس اليماني رح ولم الجلب من قحطان ولا واداه يا لا 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 والله ما نقدر نغير في العوايد والجبال وانت عندك ضيم في راسك وتحت الضلع ضيم
السعودي يعطي الجيران ما نيس اليماني، لكن الزم صحبة ابن غنيمة ولا وادعه. والله ما نقدر نغير في العوايد والجبال، وانت عندك ضيم في راسك وتحت الضلع ضيم. السعودي يعطي الجيران ما نيس اليماني، لكن الزم صحبة ابن غنيمة ولا وادعه. سويت قوة عادت عظمك ثواني، والغشيم اللي اخترج عينه بكل أصابعه. لا 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 يا لا 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 يا لا 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 والغشيم اللي اخترج عينه بكل صح. لا 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 الجبال اللي ذكرتها توطاها الجمال، الجبال اللي ذكرتها توطاها الجمال. لا تعاند صاحبك عوذ من ابليس الرجيم، بعد ما سويت قوة عادت عظمك ثواني، والغشيم اللي اخترج عينه بكل صابعه. الجمال الجبال اللي ذكرتها توطاها الجمال، الجبال اللي ذكرتها توطاها الجمال. لا تعاند صاحبك عوذ من ابليس الرجيم،
بعد ما سويت قوة عادت عظمك ثواني والغشيم اللي اخترج عينه بكل صابعه صحبة ابن غنيم زادتني التفوق والجمال لكن الشيطان كم جاله من المسلم رجيم لا 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 يا لا 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 صحبة ابن غنيم زادتني التفوق والجمال لكن الشيطان كم جاله من المسلم رجيم أنت عمرك باقي من هالدقايق والثواني ورفيقك صوره يبيعك وفل من صابعه كوميدي كوميدي واحد ثاني هنا يا ابن عمي ما يجيب المكسب الا راس مال شوف تجار الشمال وشوف تجار القصيم وانت لا تنشب مع التجار دور علم ثاني ما بتظلي مثل ابن زمه ولا بالرافعه يا ابن عمي ما يجيب المكسب الا راس مال شوف تجار الشمال وشوف تجار القصيم وانت لا تنشب مع التجار دور علم ثاني ما بتظلي مثل ابن زومه ولا برفعه
يا ابن عمي ما يجيب المكسب الا راس مال، شوف تجار الشمال وشوف تجار القصيم، وانت لا تنشب مع التجار دور علم ثاني، ما بتظلي مثل ابن زومة ولا غرافة. طيب يا لا 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 شاقني تمر المدينة من على الأغراس مال، جيرة الله لا يجيها البرد يتقاسم قصيم. شوية شوية صديق صديق افرعوا قال العمال ذلي. شاقني تمر المدينة من على الأغراس مال، جيرة الله لا يجيه البرد يتقاصم قصيم. يا ولد شباب الاثنين تعود على المثاني، لا تدف الضلع بالشي والولا بالرافعة. شاقني تمر المدينة من على الأغراس مال، جيرة الله لا يجيها البرد يتقاصم قصيم. يا ولد شباب الاثنين تعود على المثاني، لا تدف الضلع بالشي والولا بالرافعة. وش معك يا ابن الحلال، وتجاره ما تجمل يا عساها للجحيم، وش يعذر صاحبي ما بين غامد وزهراني، جا يهد القصر ما يعرف يفك مصارعه. التجاره عند غامد وش معك ابن الحلال، وتجاره ما تجمل يا عساها للجحيم، وش يعذر صاحبي ما بين غامد وزهراني، جاي هد القصر ما يعرف يفك مصارعه.
التجارة عند غامد وش معك يا ابن الحلال وتجارة ما تجمل يا عساها للجحيم وش يعذر صاحبي ما بين غامد وزهراني جاي هد القصر ما يعرف يفك مصارعه يقول دايم الطماع يجمعها حرام مع حلال وانا مثل الصقر وحيم على المنهج حيم الجزالة عندنا والعرف نوره يزهراني والشعر حكمة ولا هو هدة ومصار دايم الطماع يجمعها حرام مع حلال وانا مثل الصقر وحيم على المنهج حيم الجزالة عندنا والعرف نوره يزهراني والشعر حكمة ولا هو هدة ومصارعة وانت يا ريم البوادي يغني الله عن كريم راحت غزلان الخلا صيد النيامس والبراني من تلفت نركز البلجيك بين مسامعه عذرنا أن ما لقينا المسك في دم الغزال وانت يا ريم البوادي يغني الله عن كريم
راحت غزلان الفلا صيد النيامس والبراني من تلفت نركز البلجيك بين نسامه عذرنا ان ما لقينا المسك في دم الغزال وانت يا ريم البوادي يغني الله عن كريم راحت غزلان الفلا صيد النيامس والبراني من تلفت نركز البلجيك بين مسامه لا 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 في بيوت الطين وبيوت البداوة والغزال من زمان أول درينا عن بخيل وعن كريم والكريم اللي عطاه الله والكريم اللي معه شكل الغرايس والبراني الفقير الله الله يا لا 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 البخيل يصك بابه والفقير مسامعه في بيوت الطين وبيوت البداوة والغزال من زمان أول درينا عن بخيل وعن كريم الكريم اللي معه شكل الغرايس والبراني البخيل يصك بابه والفقير مسامعه يا الأول يا الأول يا لا 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 نبدي على زحمه وشرفتنا وبحر القصايد عندنا ملكمه والمحزم المليان يحمل جنوب والبعض لاجت حزة العند روع والبعض لاجت حزة العند روع الله أكبر يا لا 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 يا لا 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 نبدي على زحمه وشرفتنا وبحر القصايد عندنا ملكمه والمحزم المليان يحمل جنوب والبعض لاجت حزة العند روع الخصم جاله كية موسمية واهل المحاقر ننتحي بعدها يا لا 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 يا لا 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 يا بن عزيز اليوم شرفتنا والشيخ يا الدكتور ذا ما كماه والشيخ يا الدكتور ذا ما كماه في محفل العباس درع الجنوب يا الشيخ بالرداد عندك دروع ماهر من السق حفلة موسمية لا قبلها حفلة ولا بعدها
شرفتنا والشيخ يا الدكتور ذا ما كماه في حفلة العباس درع الجنوب يا الشيخ بالرداد عندك دروع ماهر من السق حفلة موسمية لا قبلها حفلة ولا بعدها والشيخ يا الدكتور ذا ما كماه في حفلة العباس درع الجنوب يا الشيخ بالرداد عندك دروع ماهر من السق حفلة موسمية لا قبلها حفلة ولا بعدها الله يعطيكم العافية وصلى الله على محمد العافية الله يعطيكم العافية الله جوال يا ابو ابراهيم الجوال لك في جوال جوال لك لك ايوه احسن Thank you.
بالباب.